للمرة الأولى رادار يرصد طائرات الجيل الخامس F-35 من مسافة 600 كيلومتر. كشفت شركة أصلسان للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن رادار ثلاثي الأبعاد بعيد المدى يمكنه رصد المقاتلات الشبحية من مسافة 600 كيلومتر، ومن المقرر أن يعمل على منظومة سيبير الصاروخية أو دمجه بمنظومة S-400 الروسية. هناك الكثير من المنتجات العسكرية التي أزاحت تركيا عنها الستار مؤخرا، أبرزها النسخة الثالثة من الطائرة المسلحة أكينجي، والتي جرى تجهيزها بأنظمة متطورة قادرة على إطلاق صواريخ جو جو الطائرات النفاثة والمقاتلة، بالإضافة إلى أنظمة تشويش على الدفاعات الجوية والتعريف بنفسها كصديق وإطلاق صواريخ موجهة بالليزر وما خفي أعظم. ومن هذه المفاجآت أيضا الرجمة البالستية المعروفة أيضا بحصن تركيا، حيث يصل مداها إلى 270 كيلومترا ويجري تطويرها على قدم وساق برأس حربي يزن نصف طن ووزن إجمالي يبلغ 2500 كيلوغرام. شهدت الصناعات العسكرية التركية في المجال الجوي طفرة شاملة خلال الفترة الأخيرة تتعلق بالذخائر والطائرات المسيرة الهجومية ومشروع إنتاج مقاتلة الجيل الخامس أيضا، ولا زال في جعبة تركيا الكثير من المفاجآت تنتظر العام 2023.